وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النوري وآله. مع برنامجكم الوسطية والاعتدال من قناة اليمن اليوم، نتكلم اليوم إن شاء الله ورب العالمين عن المرأة في الإسلام وكيف كفل الإسلام حقوقها. الله تعالى في قرآنه العظيم سمى سورة كاملة بسورة النساء، وليس هناك في القرآن الكريم سورة تسمى بسورة الرجال، سورة النساء، بل جعل الله سبحانه وتعالى سورة مخصصة اسمها مريم، سورة سيدتنا مريم رضي الله عنها وعليها السلام. وإن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول عن سورة البقرة وسورة الطلاق، يقول عن سورة البقرة سورة النساء الكبرى، تكاد يقول عن سورة الطلاق إنها سورة النساء الصغرى. يعني أصلا سورة النساء، سورة مريم، سورة النساء الكبرى البقرة، سورة النساء الصغرى الطلاق. عندما سئل عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فآية سورة البقرة تقول إن عدتها 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وسورة الطلاق تقول أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فسئل سيدنا عبد الله بن مسعود عن هذه المسألة فقال أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى. يعني تكون هذه الآية التي في سورة الطلاق مخصصة لآية سورة البقرة، فتكون المرأة المتوفى عنها زوجها الحامل تكون عدتها بوضع الحمل. يبقى إذن سورة النساء، النساء الكبرى، النساء الصغرى، سورة السيدة مريم. المرأة قبل الإسلام كانت عبارة عن شيء من سقط المتاع، تشترى في الأسواق وتباع، بل وكان الرجل إذا قامر مع إنسان وليس معه مال يقول له أقامر لك على زوجتي، بحيث إذا خسر هذا القمار تكون زوجته لهذا الرجل الآخر من غير كلام. هكذا النساء تعتبر في الجاهلية شيء من سقط المتاع، ليست وهي كبيرة بل وهي منذ أن ولدت. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني يوم القيامة البنت التي وئدت وهي صغيرة بأي ذنب قتلت، تسأل ماذا فعلت، لم تفعل شيئا. هذه المرأة قبل الإسلام، بل كانت المرأة تدفن وهي حية مع الموؤودة كمان، إذا فعلت أي فعل تدفن وهي حية هكذا حتى لو كانت كبيرة. والمرأة كانت تعتبر عند الجاهليين من شأن الأمور التي تورث، فكان الرجل إذا مات يرث زوجته هذه
ابنه الكبير يعني من زوجة أخرى، واحد متزوج في الجاهلية ما عنده ولد من زوجة، وزوجته دي موجودة الثانية يعني، وبعد ذلك هو مات، يكون تكون هذه المرأة تكون هذه الزوجة من نصيب ابنه الأكبر. فجاء الإسلام فأعز المرأة وكرمها على لسان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النساء شقائق الرجال، شقيقة المرأة شقيقة للرجل، النساء شقائق الرجال، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا كما يقول علماء الأصول، يعني هنا قابل النساء بالرجال، كذلك المرأة شقيقة للرجل، يعني مفرد ومفرد، المرأة شقيقة الرجل، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وجاء في القرآن العظيم رفعة المرأة العابدة لله تعالى في أن تكون في عداد الصالحين، عندما قال تعالى في شأن السيدة مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. طيب هي المفروض امرأة، والجمع يكون جمع مؤنث سالم، يعني واركعي مع الراكعات، فكيف قال تعالى في القرآن العظيم واركعي مع الراكعين؟ قال علماؤنا رضي الله عنهم وارضاهم في هذا الجمع لفتة، لأنها لما قاربت عبادتها من عبادة الرجال ألحقها الله تعالى بالرجال، فكأنها كهيئة رجل يصلي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وفي المقابل لما خرجت المرأة عن مقتضى بنات جنسها من كونها صارت امرأة طالبة لا مطلوبة، ألحق الله تعالى أيضا بالرجال. فهذا سيدنا يوسف عليه السلام مع زليخة امرأة عزيز مصر، يقول الله تعالى حكاية يا يوسف اعرض عن هذا، يعني لا يتكلم في هذا الأمر، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، لم يقل إنك كنت من الخاطئات، ولكن ألحق الله تعالى بجمع المذكر، لأنها لما خرجت من مقتضى بنات جنسها من أنها صارت طالبة لا مطلوبة ألحق الله تعالى بالرجال، فقال إني كنت من الخاطئين. وابقوا معنا إن شاء الله بعد فاصل قصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا معكم من جديد مع قناتكم قناة اليمن اليوم مع برنامجكم الوسطية والاعتدال، ولا زال الحديث ذو شجون عن هذه التي أكرمها الله تعالى وفضلها على معظم الخلق بالنسبة في الإسلام، بالنسبة لأمر الجاهلية، لو قررنا المرأة في الجاهلية بأمر المرأة في الإسلام نجد أن الإسلام قد كفى لها حقوقها، فجعل لها ذمة مالية مختصة بها، تتصرف في ذمتها المالية كيفما تشاء، وإذا كانت غنية فلا حق مالها. واشترط العلماء عند زواج الرجل بالمرأة الكفاءة، يعني يكون الرجل كفء للمرأة، ولم يقولوا تكون المرأة كفءا للرجل، لا، الرجل هو الذي يرفع المرأة، يرفع ايه المرأة، فالمرأة حينئذ تكون مطلوبة لا طالبة، يكون في كفاءة متحققة ما بين الزوجين، وهذه الكفاءة معتبرة في الزواج، ويكون هناك الكفء للمرأة الصالحة المدينة المرأة المتعلمة، يكون كفاءة معتبرة عندها هي، بحيث إننا نطالب
أن يكون للبنت كفء لها ولا عكس، يكون ليه المرأة يكون لها ايه كفء لها. فأعلى الإسلام من قيمة المرأة وجعل كامل الحرية في اختيار شريك حياتها. وقد ورد عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتت إليه وقالت له: يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقررت ما يقوله أبي أباك أبوك؟ تريدين الافتراق؟ قالت له: لا، ولكن أحببت أن أعرف الرجال أنه ليس له من شؤون المرأة شيء، يعني المرأة أحق بنفسها في هذا الأمر. طبعا هناك المرأة البكرة الرشيدة تختار من تريد، لا حرية الاختيار، بل جوز الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أن المرأة أن تكون هي ولية نفسها في الزواج بشرط أن تكون ثيبا أو بكرة رشيدة. والله تعالى يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فنسب النكاح إليها هي. وقال تعالى في شأن مهر النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني امرأة مكان امرأة، وأتيتم إحداهن قنطارا يعني من مهر فلا تأخذوا منه شيئا، تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن امرأة وقفت أمام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه محتجة له بهذه الآية عندما أراد أن يحدد مهر النساء، فقالت له: أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر؟ فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا هو الإسلام في أسمى معانيه، يعطي للمرأة جميع حقوقها. وبالنسبة للمرأة، الإنسان إذا نظر حوله يجد المرأة دي عبارة عن من؟ عبارة عن زوجته، عبارة عن أمه، عبارة عن أخته، عمته، خالته، بنته. حتى عندنا هنا في مصر نقول على المرأة ست. يعني ست؟ يعني هي محيطة بالرجل من جميع جهاته، كأنه يقول ست جهاتي، ست ايه؟ جهات. الرجل إذا نظر إلى أعلى منه يجد أمه وجدته، أسفل منه بنته وبنت بنته وبنت ابنه، وعن يمينه ويساره خالته، أخته، خالته، عمته، وهكذا. فالمرأة تعتبر محيطة بالرجل من كل جانب، محيطة بالرجل من كل جانب. لأجل ذلك وجب على الرجل أن يحسن إلى أمه، وجعل بر الوالدين بعد عبادة الله سبحانه وتعالى، وجعل الزوجة شقائق الرجال، وقال: وعاشرهن بمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه كثيرا. وجعل الله سبحانه وتعالى للرجل الذي فقد أمه أن يبر خالته، وجعل الخالة بمنزلة الأم. هذا كله في تعاليم الإسلام. وإذا نظرنا إلى الميراث نجد الأمر عجبا، يجد أن المرأة هي الأصل. فقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فكان فيه هنا أصل وهناك بعده فرع. أما الأصل فهي المرأة الأنثى، والرجل يقول له مثل حظها، يعني لم يقل للذكر، لم يقل يقول للأنثى أقل من الذكر أو نصف الذكر، بل قال للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم جاء يفصل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يعني انظر، بدأ الأول بالنساء فقال للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد ذلك ماشي فإن كانوا رجال، فإن كن نساء فوق اثنتين،
فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما سدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ويثوى أباه فلأمه ثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. والآية التي تليها تتكلم عن النساء بالنسبة للزوجة، ولكم نصف ولهن الربع ولهن الثمن إلى آخر هذه الآية. وفي آية الأخيرة تكلم أيضا عن الكلالة، يستفتون يقول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك. كله يعني الآيات القرآنية تكلم عن المرأة، فأين هذا الكلام الذي نقوله من هؤلاء الذين لم يفهموا حق المرأة في الميراث، ويقولون أن الإسلام قد ظلم المرأة في الميراث، علما بأن هناك المرأة أكثر من 30 حالة، المرأة ترث ولا يرث الرجل، وما وتارة ترث مثل الرجل في حالة الإخوة لأم، لآية الكلالة الأولى في سورة النساء. وهناك حالات ترث المرأة مثل حظ الرجل لآية الإخوة، وهناك حالة ترث الرجل مثل حظ الأنثيين، وهو في محال ما كانت إذا كانت أخته فقط، 4-5 حالات في الميراث فقط. فإذا علينا أن ندبر وأن نفهم حقائق ديننا فهما جيدا فيما يخص المرأة، حتى لا تؤتى المرأة المسلمة من قبل هذا الأمر. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا حقائق ديننا، وأن ييسر علينا، وأن يفتح علينا فتوح العارفين به، وأن يتوب علينا توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة نصوحة تغفرنا بها قلبا وجسما وعقلا وروحا. اللهم تب علينا يتوب، واغفر لنا المعاصي والذنوب، وانقذنا اللهم من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك يا رب العالمين. صلى اللهم على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.